عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ أشرف وحيا المستمعين. تفضلي معاي. بخصوص موضوع الحلقة، نعم معك المهتدي أبو أحمد المهتدى من وحده، حياك العراق. الله يا ابو احمد. الله يحييك أستاذ أشرف والله يبارك فيكم جهودك. أستاذ أشرف، أنا عندي سؤال إلى كل الشيعة، هل كان الحسين ويفعل هكذا كما يفعل الشيعة الآن؟ الجواب كلا. نعم. من أين أتوا بهذه الشعائر التي لا تنطلي على الإسلام بشيء؟ حلويات وطبل ورقص ونساء، يعني يد العين والجبين على هذه الأفعال، والله الذي لا إله إلا هو، حتى تختي من تباوع تنظر إليها، يعني هذه الأفعال والله البوذية دا يفعلوها والهندوسية. هذه شعار، ليس شعار حسيني ولا شعار البيت، هذا دين أستاذ أشرف سطر من أجل خداع الناس البسطاء، انطلت عليهم هذه الأفعال. وأنتم من خلال قنواتكم، هذه القنوات المباركة التي بدأت تقطف ثمارها وقطفت ثمارها، أقسم بالله حديث الشارع الآن والمثقفين أستاذ أشرف وليد وأستاذ رامي عيسى وأستاذ فراج الصهيبي، وكل أنتم يعني أثمر جهودكم، أنتم حرقتوا عقول كثير كبير أستاذ أشرف. الله هذه يهديك البرامج والله يا ابو احمد. أثمرت والله العظيم، أثمرت أقسم لك بالله. الحمد اللي لله. يتصلون عليك على القنوات، ترى هؤلاء يحاولون يبدون يشوشون على الموضوع، دول معممين من دافعين الثمن، هذه أفعالهم هسه. هم الحسين لو كان عايش اقتص هؤلاء، صدقت يا ابو والله احمد. اقتص من عندهم على هذه الأفعال، الله والله يحفظك. شنيعة، الله والله يحفظك. شنيعة أستاذ أشرف، تخجل تباوع عليه زين. وأنت يعني أستاذ أشرف برنامجك بصراحة، أنت أستاذ يعني أنا كنت لسه في قبل ساعة كنت في مكان وكان الحديث عليك أنت بالذات، يا لو أستاذ أشرف ما شاء الله باحث في الدين الشيعي، وقبل كم يوم ذكرت رواية بخصوص المسلبها الإمام الحسين. أستاذ أشرف هاي المصدر يعني وين ألقي مالتها؟ بس أرسلك عليها، اللي هو ايه؟ طيب روايه ايه؟ قلت الحسين سلب قافلة، بس ما أعرف بالضبط يعني موجوده يا طيب. المصدر منين اجيبها لك دلوقتي في يعني. عند علي القراني يا طيب، ايه في كتاب علي القراني وموجوده يعني. بالضبط، لان اتكلموا عليها قبل شويه، اتكلم عليها استاذ جامعي، طبعا هو متابعك احد هسه هو يسمعني على البث هنا انا فيتكلم، قال استاذ اشرف، قال انا بصراحه انصدمت من سماعته. استاذ اشرف انت استاذ باحث ومثقف، وان شاء الله الله يبارك فيك، نعم. وهالبرنامج الجميل البرنامج الممتع، ادي يا طيب من الله كتاب يهدي الشيعة العقلاء. الروايه اللي تسال عليها، كتاب جواهر التاريخ ايوه للشيخ علي القراني في الجزء 3 صفحه 383. تمام. يقول لك ممنون ثم ان منك الحسين الاستاذ اقبل حتى طيب. مر بالتنعيم فرقى بها عيرا قد اقبل بها من اليمن، بعث عليها لاخر الكلام. وده كلام الروايه، هو كامل على الشاشه عشان اللي بيسال كيف سلب الحسين قافلة لمعاوية وأخرى ليزيد. نفس المصدر في نفس الكتاب أخويا الحبيب أبو أحمد. خلي الشيعة شوي تشغل عقولها وتبحث بالقرآن، نعم. موجودة موجودة الأئمة 12 ما موجودين، بس أستاذ أشرف أنا أخذت من وقت البرنامج والله إحنا يجزيك تشرفنا خير بيك يا أبو أحمد وبكل وجعل مهتدي الدين يزال حسن. يتصل والله بنا، إحنا تحت الله أمره. أنت طيب، أنا متابعك من كنت في الباتوك، أنا مهتدي من تقريبا من 2013 ما شاء الله من يا أبو كنت في أحمد. الباتوك تحاور، يعني بصراحة أنت إنسان عبقري عبو، وكلكم يعني شيخ الله فراج يحفظك يا ابو احمد. وليد إسماعيل شيخ موحد منبر الحوزة، جزاكم الله خير الجزاء على هذه حياك الله البرامج، حبيبي، ربي والله يحفظك يا يبارك. ابو احمد. جزاك الله خيرا يا حبيبي ورفع بك. وأعتذر أخذت من وقت البرنامج، بالعكس يا ابو احمد، أستودعك الله يا الحمد لله طيب، الذي هداك للحق. شكرا الله لك يا ابو يبارك، احمد، شكرا لك يا ممنون ابو احمد، ممنون لك يا في طيب، حفظ الله. أستودعك الله يا طيب، مع السلامة، الله طيب يبارك. الاحبه الكرام، بعد اتصال ابو احمد، ونسال الله الهدايه لجميع الشيعه زي ما قال اخوي عبد الله والاخوه الكرام دائما يدعون لهم.